خلص البرنامج وقرب العيد، كل عام وانتم بخير مقدما، ومن العاديه الفايزين هذه عيديه بسيطه من محبكم، اتمنى انها تعجبكم. بعض كواليس البرنامج. وبركاته. حياكم الله جميعا. كواليس غير يا هلا. صح عبد الله، صح الكاميرا، جاوبيني. اوه حلوه حلوه هذه. اوكي شن يلا الان. هذا عبد الرحمن يوسف المخرج، هذا الكاميرا، هنا كوما، هنا مايك، وهنا ايضا مايك في جيبي. نحن نركبه وهيك هيك نركبه ونختم الفوني. قالوا يا رجال وش لك، والله انك فاضي. الثاني نزل، بقى عندك ثلاثة. الثالث نزل. بس كيف الأوراق ذي تمسكها وش وضعها؟ كتاب ايش تبي فيه؟ بعرضه بعد شوي. الكتاب. هذه الأشياء. وبالأخير لا. يلا. يلا. نظام إن المدرس يقعد 45 دقيقة. يشرح. نظام ان المدرس يقعد 45 دقيقة وهو يشرح يشرح يشرح، ومن قبلها اشهر وهو قاعد يحضر اصلا للدرس وهذه الامور. لا لدرس هذه الامور وش الخرابيط. يلا وصلت. يلا يلا يلا. وين يلا وين هذا؟ كل هذه الاشياء في مكان واحد تجيبك اشياء، يعني لك افلام علمية، اشياء صراحة مفيدة استمتع فيها، تحس انك تخش جو معي. يلا ذا عمود جوه ذا عمود بعد ثاني. بس كيف الاوراق دي تمسكها شوي؟ طيب شو في؟ بعرضه بعد شوي. عندنا هنا في وزارة التربية والتعليم في السعودية ما تعلمها إلا متأخر شوي، فيكون في مشكلة في السعي بالطالب باللغة الإنجليزية. أما في مدارس الجبيل الصناعية في مدينة الجبيل الصناعية يتعلمون الطلاب من أول ابتدائي مناهج قوية ورائعة جدا، ما هي المناهج العادية هذه الحكومية، مناهج قوية ورائعة جدا ومميزة صراحة. يقول لك توقع ايش الرياضه اللي بسوي لك؟ بسوي لكم حركه رياضيه. بتوقع ايش؟ I was in Sony headquarters in 2005. I saw the. ايش الرياضه هذه؟ ايش تسوي؟ سوني. اسبوع. إذا في ما قدرت خلوه مش مكان ثاني. أيوة.
نوصل فوق، سنصل إلى القمة. أيوه، أوه جميل. خايفين قطع الحين؟ حبل. يلا. يلا خلي واحد من الشباب يرفع لي وساعد بالرفع. سوي نفسك ترفع ها؟ يلا. أيوة. الآن قاعد أحاول أرفع. أيوة. أيوة. حلو. قربنا للقمة. صرتي أعلى من المايك. أيوة هنا القمة. وخلاص. أوكي. بطل انا ضربتني سلم يلا بسم الله يلا سلم خليك تحت انت ها أتمنى إني أكون أفدتكم في البرنامج. شكرا لكل واحد تابع معنا البرنامج. يعطيكم العافية جميعا. شكرا لكم.